كورونا تعيد موضة الشعر القصير. تامر حسني وألي كفوري رامي عياش خالد سليم وغيرهم اختاروا يطلوا بقصات شعر قصيرة وعلى زيرو ببداية سنة 2000 وبوقتها كانت الترند. وهلأ رجعنا نشوف هالستايل على أكثر من ستار، بس هالمرة بسبب الحجر المنزلي اللي فرضته كورونا فاضطروا أنهم يقصوا شعرهم ببيوتهم. أول مين عمل هالخطوة كان يوسف الخال اللي اعتبر أن الجرأة قمة الحرية، حلقت شعره على الصفر، والظاهر أنه هالقصة عجبت بنته كثير فحبت ترسم قلب على راسه. مؤخرا شفنا حسن الشافعي ووليد الحلاني عم بيحلقوا شعرهم بنفسهم بالماكينة. أما ملومة فما قدر يكمل حلق شعره على الصفر لحاله فطلب المساعدة من والدته. وكريستيانو رونالدو طلب مساعدة زوجته لتحلق الجزء الخلفي من شعره. وديفيد بكم اكتفى بنشر صورته بالشعر القصير وعلق بما معناه كان لابد من القيام به، ابقوا بالبيت ابقوا بأمان، وحصلت الصورة على أكثر من 1,800,000 لايكس. والموضوع ما اقتصر على نجوم الشباب، فبينك حلقت شعرها بنفسها كمان. أما تالولا ويلس فطلبت مساعدة أبوها بروس ويلس ليحلق لها شعرها، والنتيجة ذكرتنا بقصة شعر والدتها دامي مور بفيلم جي آي جين. ومن النجمات العربيات فاجأت فرح الصراف متابعيها لما حلقت شعرها وقالت ما بدها دراما رح يطول. وداليا مبارك كمان تخلت عن الشعر الطويل بقصة قصيرة وعلقت هذا اللي طلعت فيه من الحجر المنزلي وقاعدة البيت. وظروف الحجر المنزلي خلتنا نشوف تسريحات غريبة مثل قصة شعر مايلي سايرس اللي الواضح انها ما كانت مبسوطة من النتيجة. ومباشرة على الهواء من برنامج The Tonight Show Home Edition مع جيمي شفنا جوين ستيفاني قصة شعر بليك شيلتون اللي رسم حرف جي بشعره كتحية لجيمي فالن.